من المحكمة العليا ينضم إلينا مراسل حدث خالد القاسم. خالد أهلا بك، نستطلع منك التطورات والمستجدات وخاصة موضوع تقديم المعارضة الإسرائيلية طعنا للمحكمة العليا، كيف تتم هذه الإجراءات؟ هل هناك أي تفاصيل جديدة؟ نعم، هناك بداية 6 طعون قدمت إلى المحكمة العليا، طعن قدمه 44 من كبار الشخصيات وكبار إسرائيل، المحامين قدموا الطعن، إضافة إلى أعضاء في المعارضة في الكنيست قدموا طعون. مجموع الطعون هي 6 طعون قدمت إلى المحكمة العليا. هناك إجراءات قانونية لمناقشة والنظر في هذه الطعون، ولكن النتائج لن تكون قريبة، وخاصة أن الكنيست الإسرائيلي دخل في عطلته الصيفية ليعود بعد حوالي 2.5 شهر لاستئناف العمل. ربما بحسب المحللين هذا ما يعول عليه بنيامين نتنياهو وإتلافه الحاكم بأن يهدأ الشارع خلال هذه الفترة وتمر القوانين التي ستطرح لاحقا بسلام. طيب، بالنسبة لموضوع المحكمة العليا أيضا، إذا كانت تتوفر لديك المعلومات، هي جزء أصلا من عملية التغيير في هذه القوانين، يعني مشمولة بالتعديلات القضائية التي بثت أمس، فهل هناك تفاصيل يعني كيف ستكون آلية العمل فيها؟ هي لب الموضوع. صحيح. القانون الذي سن يوم أمس يستهدف المحكمة العليا، لأنه بحسب المحللين تحاول الحكومة السيطرة على الجزء القضائي، السيطرة على تعيين القضاة الذي كان من صلاحيات المحكمة العليا. لم يكن وزير العدل في إسرائيل يستطيع تعيين القضاة إلا عن طريق المحكمة العليا. بعض القوانين كانت ترد من المحكمة العليا بعد أن يتم إصدارها أو طرحها من قبل بعض الوزراء. بعض الشخصيات القيادية في إسرائيل في الوزارات يتم تعيينهم من قبل الوزير، ترفض تعيينهم المحكمة العليا بحجة عدم أهليتهم أو عدم معقولية تعيينهم في هذا المنصب. بعد إقرار القانون يوم أمس لم تعد هذه الصلاحيات تتبع للمحكمة العليا، وإنما للحكومة وللوزراء المعنيين. طيب، هل تشهد هذه المنطقة من أمام المحكمة العليا أي تظاهرات أو حركة أيضا للإسرائيليين؟ لا أحد يتظاهر هنا منذ ساعات الصباح، لم نشاهد سوى 2 أفراد يمرون مع أعلام إسرائيلية، ولكنهم لا يتوقفون في هذه المنطقة التي شهدت يوم أمس اكتظاظا للمتظاهرين المحتجين على سن القانون في الكنيست. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.